ما روي في فضل عاشوراء. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المناوي: روى أبو الشيخ ابن حبان في فضائل الأعمال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا هبط من السفينة يوم عاشوراء، فصامه نوح وأمر من معه بصيامه شكرا لله تعالى. وفيه تاب الله على آدم وعلى أمة يونس، وفيه فلق البحر لبني إسرائيل، وفيه ولد إبراهيم وعيسى. وقال المناوي أيضا: ورد صوم يوم عاشوراء، فإن فضيلته عظيمة وحرمته قديمة، يوم كانت الأنبياء تصومه فصوموه. قال ابن رجب: صامه نوح وموسى وغيرهما. وكذلك قال المناوي: ورد كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء بمكة كما تصوم قريش ولا يأمر به، فلما قدم المدينة صار يصومه ويأمر به، أي بصومه أمر ندب، لأنه يوم شريف أظهر الله فيه كليمه موسى على فرعون وجنوده، وفيه استوت السفينة على الجودي، وفيه تاب الله على قوم يونس، وفيه أخرج يوسف من السجن، وفيه أخرج يونس من بطن الحوت، وفيه صامت الوحوش، ولا يبعد أن يكون لها صوم خاصة كذلك في المطامح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.